بعد اذا عرفك المسرح تصفيقات لكم جميعا. طبعا دائما نضم فعاليات المهرجان الوطني للمسرح ونواصل ككل دوره في المهرجان الوطني للمسرح يحتفل المهرجان بولاد المسرح بالمسرحيين اللي عطاوا الكثير والكثير للخشبه وللجمهور وللوطن. وفي هذه الدوره غادي يتم تحريم ثلاثه ديال الفنانه من اهم المسرحيين المغاربه ذوي الكفاءه والتميز تقديرا للمجهودات الفنيه والفكريه. تنمير في عثمان مكينه فني في مغني ويدودا ديزري بلا ما غادي تشوف صغار تسمعوا مي مقران يسمعوا مي ديوجان لا بغا غسل لي تورشم صور جليله تمسي ونادي على السيد الوزير محمد هدي بن سعيد وزير جليلة عبد الكريم واحد من الفنانين اللي عطاو كثير وكثير للمسرح المغربي لتسليم الدرع للفنان المكرم هاد الليلة محمد خوي تحسيق الصوم اليوم عطينا انطلاقه للمهرجان الوطني للمسرح في دورته 23. كيف ما كتعرفوا هذه فرصه باش نعرفوا بالاعمال المسرحيه لهذه السنه. الحمد لله الاعمال المسرحيه للمسرحيات والمسرحيين المغاربه غادي كيطوروا سنه مورا سنه باعتراف وطني وباعتراف كذلك دولي. والفكره هي كيف ما كتعرفوا وزاره الثقافه غتحاول تطور هذه الاعمال باش يكونوا كذلك اعمال مسرحيه في المآثر التاريخيه كيف ما تكلمت عليها قبيله. والهدف هو استعمال المسرح لاكتشاف هذه المآثر التاريخيه ويعني نعطيو الحياه لهذه المآثر التاريخيه عبر المسرح. شكرا. وانا سعيد جدا بالتكريم ديالي في هذا المهرجان هذا وسعيد بالخصوص انه تكريم من طرف وزاره الثقافه، فلهذا شكرا لوزاره الثقافه، شكرا للسيد الوزير ولكل الاطر ديال وزاره الثقافه، شكرا لهم على هذا المهرجان هذا اللي كيقوموا به واللي هو كيستقبل واحد المجموعه ديال الفنانين المبدعين المسرحيين هنايا في مدينه تطوان. شيء جميل جدا انه مدينه تطوان الحمام البيضاء المدينه المحبوبه عند الجميع سواء المغاربة أو غير المغاربة أنه يكون فيها المهرجان لأنها تستحق أن يكون فيها المهرجان. المهرجان بدون شك تكون الاستفادة منه كبيرة لأنه النقطة ديال الالتقاء ديال المبدعين المسرحيين المغاربة ويتبادلوا الأفكار ويتبادلوا الآراء وكيشوفوا التجارب ديال بعضهم بعض ولا بد أنها كتكون الاستفادة. هذا كله كيكون اللي كيستفد منه الأكثر وهو المسرح المغربي وإن شاء الله اللي غادي يتطور أكثر أكثر. وكيف كنشوفوا بأن الحركة المسرحية الآن كاين واحد المجموعة ديال الأعمال اللي كتشارك وتمثل المغرب سواء مهرجانات إفريقية أو عربية أو غيرها وكيحرزوا على جوائز. إذن هنا تنقول بأن المسرح في المغرب غادي بخير وغادي يكون أحسن من حسن إلى أحسن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم ثنائي الجبلي والبلدي اليوم أنا فرحان بزاف ولكن الفرحة ديالي ما كملتش لأن الصديق ديالي والرفيق الدربي الأخ حسن الزيتوني ما كانش حدايا لأنه هو دائما كان كيقول لي راه غادي يجي واحد النهار وغيكرمونا حتى حنايا
ولكن الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. وشكرا لوزارة الثقافة على هذه الالتفاتة، وكنشكر كل واحد ساهم في هذا التكريم هذا من قريب أو بعيد. المهم بالنسبة للمهرجان، المهرجان الوطني للمسرح الدورة 23 مدينة تطوان، أن مدينة تطوان مدينة الفنون والثقافة، وهذه المدينة تستاهل هذا المهرجان هذا، وكنطلب من الله يكونوا دورات كثيرة مقبلة إن شاء الله. وشكرا. مهرجان ديال المسرح الوطني في تطوان في هذه المدينة الجميلة جدا، أصبح كيكتسي واحد الطابع جميل جدا، وأنا شخصيا مشارك بجوج مسرحيات من إخراجي، مسرحية إكستازيا ومسرحية التي قالت لا. نتمنى توفيق لكل زملاء ديالي المسرحيين. المهرجان الوطني هو احتفال بالفنانات والفنانين، ممثلي ممثلات وتقنيي وسينوغراف ولي كونسيبتور ديال الفن المسرحي بجميع الحساسيات المتنوعة. هناك ندوات، هناك ماستر كلاس، هناك توقيع كتب، هناك معارض للصور، هناك اشتغال على الذاكرة والأرشيف. يعني غادي تكون فرصة للجمهور ديال تطوان الدواق ديال أنه يحضر العروض ويتلاقى مع الفنانين. فنون الشارع أيضا، مسرح الطفل، كل شيء موجود، كل الأنواع وكل الحساسيات متوفرة.